احنا معانا الحاجه الجميله دي كان عندها التهاب اعصاب طرفيه شديد شديد جدا جدا جدا. الدوره الدمويه الدقيقه كانت مش شغاله، عملنا لها باجهزه التقييم تقييم للاحساس السطحي والاحساس العميق والاحساس باللمس، كل ده كان مش شغال، كان فاصله خالص خالص خالص. احتاجنا نعمل كورسين علاج، يعني 6 جلسات في 6 جلسات، والحمد لله النهارده كل حاجه اشتغلت. انت ايه رايك؟ ربنا يخليكي. تهاب الاعصاب الطرفيه من الامراض يا جماعه اللي الاهمال فيها ممكن يؤدي الى الوصول لقدم سكري. هي لحقت نفسها، هي كانت داست على حاجه وهي مش حاسه، كانت ممكن تدخل في قرحه قدم سكري. الدوره الدمويه الدقيقه الاول بتبقى مسدوده، بعد كده بتاثر على الشرايين الكبيره، ولو الشرايين الكبيره اتقفلت ما بيبقاش في حل غير ان احنا نعمل قسطره او دعيمه مع دكاتره الاوعيه الدمويه. الموضوع بيبقى كبير فعلا وبيبقى خارج عن ايدينا وبيبقى السيطره عليه صعب جدا جدا. فهي لحقت نفسها في الوقت المناسب، وندي نصيحه بقى للناس ان كل اللي يحس بالاعراض دي يتوجه على طول للعلاج. صح يا جميله؟ شكرا يا دكتوره. هنمشي منك يا رب. يا حبيبتي.